والآن مع الأستاذ فلاح الدين في حلقة جديدة من برنامج كيف تدار شؤون الجماعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد خاتم النبيين وعلى صحبه ومن والاه إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة والأخوات مشاهدي الفضائية الإسلامية الأحمدية MTA، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن ألتقي معكم في برنامج من بضع حلقات تتعلق بنظام الجماعة الإسلامية الأحمدية، وبكلمات أخرى كيف تدار شؤون الجماعة محليا وقطريا وعالميا. وسأقدم لهذه الحلقات في هذه الحلقة وأقول: تشهد هذه الأيام وخاصة بعد افتتاح المحطة الفضائية الإسلامية الأحمدية القناة الثالثة على النايل سات اهتماما عظيما بالغا لدى جميع الأوساط الشعبية والرسمية والعلمية والإعلامية الإسلامية وغير الإسلامية، وقد وجد الكثيرون من المسلمين ضالتهم في هذه الفضائية. وجدوا فيها المدافع الأول عن الإسلام وعن نبي الإسلام وعن الله الخالق عز وجل من الهجمات المحمومة المسعورة الموجهة والمبرمج لها على أصعدة مختلفة، فكانت شفاء لما في صدورهم، وكانت لسانهم الذاب عن مقدساتهم وحياضهم والرد على مفتريات أعداء الإسلام وافتئاتاتهم. والكثيرون وجدوا فيها ضالتهم وما كانوا يرقبونه منذ أكثر من 14 قرناً، وهو أن المهدي المنتظر والمسيح ابن مريم الموعود مجيئه في الأمة المحمدية قد ظهر في شخص ميرزا غلام أحمد عام 1889 في الهند في بلدة قاديان، وأعلن أنه هو المسيح الموعود والمهدي المعهود الذي أرسله الله تعالى للعالم حسب بشارة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم في وقت مظلم حالك في زمن ارتفع الإيمان من الأرض إلى ثرياء السماء، في وقت لم يبقى من الإسلام إلا اسمه ولم يبقى من القرآن إلا رسمه. المساجد عامرة ولكنها خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. انظروا كيف تشتتت أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتمزقت
وتفرقت مصداقا لنبأه صلى الله عليه وسلم، تفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، أو قال: ألا وهي الجماعة. انظروا كيف شتتنا ومزقنا وفرقنا بحسب ما تنبأه صلى الله عليه وسلم، كيف أن الأمم تداعت وتتداعى علينا تداعي الأكلة على قصعتها. قيل: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: بل من كثرة، ولكنها كثرة كغثاء السيل. فظهور المهدي والمسيح الموعود كان لابد منه، وخاصة في مثل هذا الوقت الموصوف في القرآن والأحاديث الشريفة. ومجيئه كان بلسما لتلك الأسقام في الأمة المسلمة، وكان لابد من مجيء ذلك الرجل الفارسي الذي سيحيي الدين الذي ارتفع نحو الثريا ويناله ويعيده إلى الأرض ويجعله غالبا وظاهرا على الدين كله، ولو كره المشركون أو ولو كره الكافرون. قد ذكرت في مستهل هذه الحلقة أن حضرة ميرزا غلام أحمد القادياني أعلن عام 1889 في الهند بأنه هو المسيح الموعود والمهدي المعهود، وأشاع نبأ ظهوره في جميع الأوساط التي كان من الميسر الوصول إليها زمنه، من كتابة الرسائل والكتب إلى علماء الهند والعالم الإسلامي والعربي وأهل الديانات الأخرى، وأنه هو المبعوث إلى العالم، المبعوث الذي جاء من الله في هذا الزمن لينشر رايات الأمن والسلم والوئام، وليملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. فلبى كثير من الناس هذا النداء وآمنوا به بأنه هو المسيح الموعود ابن مريم المحمدي الموعود به، وليس ابن مريم الإسرائيلي الذي كان رسولا لبني إسرائيل فقط، وأنه هو الإمام المهدي المنتظر الذي كان لابد لكل مسلم من تلبية ندائه ومن تأدية الأمانة التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، فيفتشوا عنه ويذهبوا إليه ولو حبوا على الثلج، فإنه خليفة الله المهدي، ويقرئوه سلامه عليه الصلاة والسلام، ويبايعوه، ويضع يدهم في يده. على كل حال، لقد أسس الجماعة الإسلامية الأحمدية، والأحمدية نسبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي اسمه الجمالي أحمد، وانتشرت جماعته في بلاد الهند، وبايعه عدد من المسلمين في بعض البلاد الإسلامية والعربية وغيرها.
كما وعده الله تعالى بتبليغ دعوته إلى أقصى أطراف الأرضين. فجماعته اليوم موجودة في زهاء 190 دولة في القارات الخمس في العالم. وبالرغم من معاداة المعادين لهذه الجماعة في بعض البلاد العربية والإسلامية، إلا أن لها أتباعا كثيرين في هذه الدول. لقد توفي المسيح الموعود والمهدي المعهود عام 1908 بعد أن أدى الأمانة وبلغ الرسالة، وخلفه بعد وفاته عدد من الخلفاء الذين تم انتخابهم من قبل الجماعة لتولي منصب أمير المؤمنين والخليفة. وخليفة اليوم هو حضرة ميرزا مسرور أحمد، أيده الله تعالى بنصره العزيز، الذي انتخب عام 2003 خليفة خامسا للمسيح الموعود والمهدي المعهود عليه الصلاة والسلام. واليوم وبعد افتتاح القناة الفضائية الثالثة العربية على النايل سات، فإن الكثيرين من المشاهدين في العالم العربي يبدون اهتماما بالغا في الجماعة الأحمدية، جماعة المهدي والمسيح الموعود، ويرسلون بأسئلتهم واستفساراتهم وتشجيعهم وتأييدهم لها، وكثيرون منهم يطلبون الانضمام لهذه الجماعة والانضواء تحت لوائها، مستفسرين عن ذلك كيف ينضمون وكيف يشاركون في هذا الجهاد. وبعضهم يرسل مبايعته لأمير المؤمنين الخليفة الحالي أيده الله تعالى بنصره العزيز، بعد الاطلاع على شروط المبايعة للانضمام إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية. هذه الشروط وضعها مؤسس الجماعة عليه السلام. فما هي شروط المبايعة وكيفية الالتحاق بهذه الجماعة؟ فيما يلي شروط المبايعة للانضمام إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية معربة من كلام الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه السلام. أولاً، الشرط الأول، أن يعاهد المبايع بصدق القلب على أن يجتنب الشرك حتى الممات. ثانيا، أن يجتنب قول الزور ولا يقرب الزنا وخيانة الأعين، ويتنكب عن جميع طرق الفسق والفجور والظلم والخيانة والبغي والفساد، وأن لا يدع الثوائر النفسانية تغلبه مهما كان الداعي إليها قويا وهاما. الشرط الثالث، أن يواظب على إقامة الصلوات الخمس بلا انقطاع،
تبعا لأوامر الله ورسوله، وأن يداوم جهد المستطاع على أداء صلاة التهجد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار وطلب العفو من ربه على ذنوبه كل يوم، وأن يذكر نعم الله ومننه بخلوص القلب كل يوم، ثم يتخذ من حمده وشكره عليها وردا له. الشرط الرابع أن لا يؤذي بغير حق أحدا من خلق الله عموما والمسلمين خصوصا من جراء ثوائره النفسية، لا بيده ولا بلسانه ولا بأي طريق آخر. خامسا أن يكون وفيا لله تعالى وراضيا بقضائه في جميع الأحوال، حالة الفرح والترح والعسر واليسر والضنك والنعم، وأن يكون مستعدا لقبول كل ذلة وأذى في سبيله تعالى، وأن لا يعرض عنه سبحانه وتعالى عند حلول مصيبة، بل يمشي إليه قدما. الشرط السادس أن يكف عن اتباع التقاليد الفارغة والأهواء النفسانية والأماني الكاذبة، ويقبل حكومة القرآن المجيد على نفسه بكل معنى الكلمة، ويتخذ قول الله وقول الرسول دستورا لعمله في جميع مناهج حياته. سابعا أن يطلق الكبر والزهو طلاقا باتا، ويقضي أيام حياته بالتواضع والانكسار ودماثة الأخلاق والحلم والرفق. ثامنا أن يكون الدين وعزه ومواساة الإسلام أعز عليه من نفسه وماله وأولاده ومن كل ما هو عزيز لديه. تاسعا أن يظل مشغولا في مواساة خلق الله عامة لوجه الله تعالى خالصة، وأن ينفع أبناء جنسه قدر المستطاع بكل ما رزقه الله من القوى والنعم. والشرط العاشر أن يعقد مع هذا العبد عهد الأخوة خالصا لوجه الله، على أن يطيعني في كل ما آمره به من المعروف، ثم لا يحيد عنه ولا ينكثه حتى الممات، ويكون في هذا العقد بصورة لا تعدلها العلاقات الدنيوية، سواء كانت علاقات قرابة أو صداقة أو خدمة. هذه هي الشروط العشرة التي وضعها مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية للانضمام للجماعة. فإخواني وأخواتي المشاهدين، في هذا اللقاء وربما في لقاءين أو ثلاثة أو أكثر، سنعرف هؤلاء المتصلين وكذلك المشاهدين الكرام قدر الإمكان على نظام الجماعة وتنظيماتها وهيئاتها ومؤسساتها وأجهزتها ومشاريعها وكيفية إدارتها
والتضحيات التي يقدمها المنتمون إلى هذه الجماعة المباركة. ولكن قبل الخوض في هذه التفاصيل لابد من تقديم بعض التعريفات والاصطلاحات للإخوة والأخوات المشاهدين الكرام. المصطلح الأول الخليفة. الخليفة أو أمير المؤمنين أيده الله تعالى. الخليفة هو رأس النظام في الجماعة، وهو إمام الجماعة الإسلامية الأحمدية المنتخب من قبل مجلس انتخاب الخليفة وبموجب قواعد الانتخاب المتبعة في الجماعة، والذي على كل مسلم أحمدي مبايعته وإطاعته بالمعروف حسب الشريعة الإسلامية. وبمناسبة أخرى سنذكر عن كيفية انتخاب الخليفة وما هو مجلس انتخاب الخليفة. تلي الخليفة جميع الهيئات والتنظيمات في الجماعة، وكلها تعمل حسب قواعد ثابتة وثوابت معلومة، وفي يد الخليفة خيوط هذه الهيئات والتنظيمات، وهو مطلع على كل كبيرة وصغيرة في كل هيئة وتنظيم، وتوجيهاته وتعليماته ملزمة لكل فرد وهيئة في جميع المجالات. وجدير بالذكر أن علاقة الخليفة بالجماعة ليست على مستوى الهيئات والتنظيمات فحسب، بل إنها علاقة على مستوى الأفراد والأشخاص والعائلة. والخليفة هو عنوان لكل جماعة وكل هيئة وكل فرد وكل أحمدي. يستطيع كل أحمدي أن يكتب للخليفة في أي موضوع شخصي أو حتى في أمور تتعلق بالجماعة، وباب الخليفة مفتوح لكل فرد وجماعة وعائلة، فهو يلتقيهم شخصيا من حين إلى آخر. والتعريف الثاني هو ما هو المسلم الأحمدي. المسلم الأحمدي هو من يؤمن بجميع المبادئ والمعتقدات الإسلامية التي شرحها وعرضها حضرة المسيح الموعود والإمام المهدي عليه السلام، ويقبل نظام الخلافة الأحمدية في الإسلام. العضوية، كل من يرغب بالانضمام إلى الجماعة عليه أن يقبل شروط المبايعة ويرسل بيعته إلى حضرة خليفة المسيح بواسطة أمير الجماعة في الدولة التي يعيش فيها، ويكون عضوا رسميا عندما تصله موافقة حضرة الخليفة على البيعة. إلغاء العضوية، لحضرة الخليفة أيده الله الحق المطلق في أن يلغي عضوية أي فرد من أفراد الجماعة،
كما ويحق لأي فرد من أفراد الجماعة أن يتخلى عن عضويته من الجماعة بتصريحه الرسمي، ويكون تخليه ساري المفعول فورا. حق الاشتراك في الاجتماع العام لكل عضو من الجماعة بلغ سن 18 ولم يكن متخلفا عن دفع التبرع العام، وسنشرح ما هو التبرع العام. إذا لم يكن متخلفا عن دفع التبرع يكون له الحق في حضور الاجتماع العام والاشتراك في انتخاب الهيئة الإدارية، ينتخب أعضاء الهيئة الإدارية أو ينتخب لوظيفة في هذه الهيئة، وأيضا له الحق أن يشترك في تنظيمات الجماعة المختلفة. إلى هنا مشاهدي الكرام، هذه الحلقة الأولى عن تنظيمات الجماعة ونظام الجماعة، وسنوافيكم بمعلومات أكثر عن هذه التنظيمات في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.